حبيب كل من التحق بنا في الجزء الثاني من برنامج الويكند. عاودوا نرحبوا مدام مريم الحمامي نوتخ بسيكياتخ. مرحبا بك مدام. عايشك يا فاطمه، مرحبا بك. يعيشك سي سليم البلاجي. البلاجي اي سي نو. دونك اليوم نحكيو على المعمار التونسي ومنين جاو والهويه والتاريخ نتاع الهندسه المعماريه نتاعنا، منين جاتنا والانفلونس والتاثير نتاعها وعليها. بالضبط. نرحبوا بسي رستم بيان سور ابو هلال، هو ممثل عن شركه كونفورتكس. ممثل مالا ليه؟ ممثل كبيرة ما تعرفوش يا سيدي. نهارك طيب. نرحبوا في سليم وبالدكتورة وبالشيف عبد المعلم اللي معنا. مالا شيف اللي بعد شوية باش نحكيو معاه. خلينا نبداو مع مدام مريم الحمامي. اليوم مدام نحكيو على وضعية نتاع عائلات اللي برشا ناس يعانيوا فيها ولكن ما يحكيوش. ممكن الناس تحكي عليهم هما ما يحكيوش. اللي هي انه يكون عندنا حد معناتها في العائله، فرد من افراد العائله المصغره ولا حتى الكبيره، تكون عنده اضطراب نفسي والا معناتها مشكل جسدي. لهنا نجم معناتها من تجربتك شنو تنجم تقول لنا مدام في الحكايه هذه؟ هو لا غولاسيون معناها ما بين العائله اللي عندها مريض سوى نفسي، مرض معناها خطير شويه، والا انسان ذوي حاجات خصوصيه، لا غولاسيون معناها لي بي ديريكسيونيل، يعني تمشي من شرتين. اش معناها؟ معناها العائله باش تتاثر بالمرض نتاع المريض اللي هي الكومباني، خاطر عندها دور كبير وهي اللي باش يصير عليها ان غوتونتيسمون، والعكس زاده صحيح. معناها العائله باش روحها ريسبونسابل على الشخص هذاك، وتنجم هي بيدها تتعب. هي هي باش تعاونه صحيح وعندها دور كبير، لكن لي مومبغ دو لا فامي هما بيدهم راهو باش يتعبوا، ويمكن حتى هما بيدهم يستحقوا الدعم النفسي اللازم. فوالا لهنا مدام المشكل فين؟ انه المرض النفسي او الاعاقه الجسديه او المشكل في احد معناتها في المشكل في البدن يخليه معناتها مرض يكون مطول، اللي ممكن العائله من الاول تتقبل والكلهم يحبوا يعاونوا والكلهم ما نقول احنا يرميوا رواحهم كاب التونسي، ولكن ساعات يهز الحمل الكل شخص والا اثنين، معناتها الاغلبيه الام البو والا ساعات الاخوه. وي تو افي دايوغ دراسات اثبتت كونه في العاده لي زيدون ناتوريل نسميهم احنا، الانسان المرافق القريب في العاده يكون مراه. في العاده باش تكون يا اما الكنه والا الحمي أو الزوجة أو الإبنة. عادي يعني المرأة رجال أبو؟ وي وي هذيك هو. دونك في العادة الحمل باش يتيح على حد أكثر من الآخر، وهذه بطبيعة باش يأثر كما قلت أنت. هذوما راهم أمراض طويلة الأمد إذا كان مش مزمنة، والبارتيكولاريتي نتاعهم كونهم بخلاف كونهم معناها متواصلين في الزمن، يا إما يفقدوا الإنسان الاوتونومي نتاعو، يعني الاستقلاليه، يعني انسان فما ديتاش يعمل على شكون ما ينجمش يعمل وحده، لازم يعمل على شكون جوستومون. يعني مش كيما انسان عنده مرض مزمن مثلا سكري او ضغط دم وهو كي ينجم يعيش ولا حتى مرض عادي ولا اي مرض اخر. دونك فما لا بيغ دوتونومي. البارتيكولاريتي الثانيه في بعض الامراض كون الانسان يكون هو بيدو فقد التمييز والقدره على التمييز. اش معناها؟ يعني ما ينجمش يحكم على الاشياء، ما ينجمش يعرف هو مستحق الدواء ولا مش مستحق الدواء، هو مريض ولا مش مريض. ناخذوا مثلا الكام تاع الذهين في الطب النفسي، يعني هو تلقى يسمع في الاصوات وتلقاه مريض وما يرقدش وكل شيء، ما يطلبش باش يعدي عند الطبيب وما يمشيش يشوف الطبيب وما يعرفش روحه اللي هو مريض. دونك العائله باش تتعب لهنا على خاطرها باش تشد صحيح وباش تهزوا للطبيب، وساعات ما يقبلش تماما معناها كونه يشوف وكونه يعالج. دونك هذه الخاصيه الثانيه. فوالا ايوه. هذا شنو نعملوا معاه؟ سامحني نخليوه مادام يعمل كما هو يحب جوستومون؟ لا ما نخليوهش. راهو احنا ديما نبداو بالاقناع. اول مرحله هي الاقناع، نحاولوا قد ما نقدروا كونه نقنعوا المريض كونه نهزوه يشوف طبيب ويعالج وياخذ دواء. ساعات راهو يمشي للطبيب لكن يرفض باش ياخذ دواء. المرحله الثانيه نحكي على الامراض سورتو النفسيه، خاطر فما اطار قانوني راهي تنجم العائله معناها تطلب الايواء معناها فرضا على الشخص هذاك، مش العائله الكل لازم يكون نحكوا فيه القانونيه هذايا خاطر فيه زاد حاجه اخرى. فوالا. دونك وقت اللي المريض يولي يختير على نفسه او غيره ويرفض العلاج وماهوش واعي اللي هو مريض، مجبورين باش العائله تطلب الايواء
وتصحح عليها نقولوا احنا باش يقيم في مستشفى وما ينجمش يخرج وقت ما هو يحب. لا في القانون في بالي النجم يقول انا رافض اني نكمل. هذاك اخي يبدا متمتع بكامل قدراته العقليه. احنا لهنا نحكيو على بعض الامراض اللي تخلي الانسان يفقد كما قلت لك قدرته على التمييز او قدرته على الكونسونتمون. البسيكياتر هو اللي يحدد. وي البسيكياتر هو يقول هل هو قادر على التمييز او لا، هو اللي يمثل اختار ولا لا، وهو قابل دواء ولا مش قابل. خاطر اذا كان قابل دواء نجم نعالجوه في الدار، اذا كان فمش اختار نجم نعالجوه في الدار. مش علاش باش نقويوه معناها في مستشفى. لا. هذوما نوعيه من الناس اللي رافضه ممكن التداوي من بعد اقنعناها باش تداوي. فما ناس اخرين اللي ما نعرفش انا تلقاه مثلا تكون حاله وراثيه نوعا ما المشكله هذه النفسيه اللي العائله الكلها تقع عندها اضطراب. كيفاش تتعاملوا معاهم؟ هذوما الحالات موجودين اون جينيرال. فما هما حالتين، يا اما العائله باش تبدا دون لو ديني يعني الرفض مش باش يطلع لي خاطر يعرفوا معناها شافوا حاله اخرى تعدت عليهم يعرفوا هي صعيبه، لا ولدي ما عندوش هكاك مش مريض كيما عمه مثلا ولا خاله ولا كذا، والا بالعكس تلقاهم حريصين ويعسوا وخايفين ومعناها ديجا في مخهم اللي نجم يصير المرض. هوني راهو ما نجموش معناها توا معناها اسوستاد ما فماش ان كونسي جينيتيك، معناها ما نجموش نتوقعوا شكون باش يمرض شكون مش باش يمرض. دونك اذا كان صار المرض صار ندخلوا في اقرب وقت. لهنا باغ كونتخ مهم جدا كون نعرفوا العلامات الاولى للمرض. معناها العائله ماذا بها تكون ايدوكي معناها تكون متكونه والا مطلعه مع بسيكياتر مطلعه جوستومون سيرتو اذا كان فما حالات مشابهه في العائله تكون مطلعه على العلامات الاولى نتاع المرض. خاطر فما امراض قد ما نفيقوا بهم على بكري قد ما يسهل العلاج حتى لو كان ما يبراش المريض كومبليتمون، لكن نقصوا على الاخر في معناها لو تو دو روشوت من بعديكا ونحسنوا في ليفوليسيون في التطور. وبيان سور قد ما هو التطور يكون خير وايجابي قد ما لو فاردو معناها الثقل وكل الكاهل نتاع المرض ينقص على العائله الكل. باهي نجيو للعائله الكل ونحكيو كما انت كنت تحكي مدام اللي هو الامراض النفسيه ساعات جو دي شوت، معناها ساعات المريض يكون لاباس ومن بعد جه دي شوت ومن بعد يرجع لاباس ومعناتها ماهوش على نفس الوتيره يقعد. لهنا التعب قلنا باش يجي على شخص بركة ولا على زوز ثلاثة من العائلة بركة. لهنا الناس هذوما كيفاش لازمنا نتعاملوا معاهم؟ معناتها الأشخاص اللي متحملين المسؤولية اللي ننتظروا منهم نهار يقول لك ما يهمنيش فيهم الناس وأنا تعبت وأنا ما عادش نجم سوا ديزون معناها. هو عندهم الحق يتعبوا سي توت افي نورمال باش يتعبوا. هو احنا ديما ننصحوا كونه نتقاسموا لي تاش معناها كل واحد من ناحيته من زاويته كل واحد حسب خدمته حسب لومبلوا دو تون تاعو اتسيتيرا نقسموهم معناها ما يكونش نقول احنا نضحك على عبد بركه ماذا بينا نقسموا على برشا من الناس. وكما قلت لك نحرصوا على العلاج نتاعنا خاطر قد ما هو أهم شيء. معناها معدل قد ما خير ونسمعوهم زاده راه مهم جدا حتى عند الطبيب اللي يداوي في المريض ماذا بينا نسمعوهم نسمعوا لي بلانت نتاعهم ونعطيوهم الحق خاطر عندهم الحق يتعبوا راهو. وكان لازم معناها تدخل معناها متطور اكثر شويه نجموا معناها نعاونوهم فوالا معناها تدخل عند ام سيكولوج ولا ام سيكياتر ولا كذا. الاترونجي برا فما جمعيات تعنى بالعبيد هذوما وفما دي معناها دي سيركل ديكوت وكل شيء ينقص عليهم برشا لا شارج ايموسيونيل ويخليهم يسكسبريم يعني يعبروا مليح على الفيكيو نتاعهم خاطر ايزون بيزون باش يعبروا راهو حاجتهم باش يقولوا رانا تعبنا رانا ما عادش نجم راهو اوني ديباسي. بيان سور زيد لازمهم كونت يسون ديباسي يعني وقت اللي الامر يولي يتجاوزهم مريض اجيتي والا كذا فو با ايزيتي كونا معناها نلتجئوا للمؤسسات الصحيه خاطر ساعات العائله ما تحبش ترقد المريض تقول لك ليه تو يدور عليا مثلا بعديك تقول حطيتني في سبيتار ومشيت ولا كذا راهو ساعات مجبورين حماية ليه لكن زيد حماية للعائلة. نعرفش أنا مؤخرا معناها كان فما حالة نتاع مريض نفسي أمه هي اللي صحت عليه باش خرج معناتها من المستشفى ومن بعد معناتها لطف يا ربي صارت معناتها قتل وكل شيء معناتها على غالب هو معناتها ماهوش واعي ولكن صارت الحكاية هذه. لهنا علاش سألتك السؤال هذا وعطيت المثال هذا مدام لهنا قداش يلزمنا نتحكموا في المشاعر نتاعنا؟ نقول لك علاش دي فوا عندنا ناس مرضى نفسيين في عائلاتنا نحطوهم في مستشفيات سواء خاصة ولا حتى العمومية نتاع تونس
ومن بعد نحنوا قبل رمضان نحبوا في العائله في العيد نحبوا في العائله في عرس درا شنو نحبوا في العائله لهنا قديش لازمنا نتحكموا في المشاعر نتاعنا ونعرفوا اللي هو ذاك مرض انه احسن له يكون في مستشفى هو جوستمون خاطر الحكايه علاش نقول لك هكا خاطر الحكايه كلها مرهونه في تصحاحها صححت عليه ونقول لك في بعض الحالات اي تنجم تصح عليه وتخرجوا فما حالات اخرى راهو ما تنجمش تخرجوا فما حتى الايواء الوجوبي عن طريق المحكمه راهو عن طريق وكيل الجمهوريه اي وقتها ما ينجم يخرج الا وقت اللي الطبيب يطلب منه وكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه يعطي الاذن بالخروج يعني فما حالات هكا بالنسبه للحالات الاخرى ماذا بينا نحترموا نسمعوا راي الطبيب حتى احنا بيدنا راهو كتب رانا نحنوا على المرضى وماذا بينا يعيدوا في ديارهم وماذا بينا رمضان في ديارهم اتسيتيرا لكن انت والحاله وقت اللي نلقاه مازال ناقص برشا والا مازال بعيد نقولوا احنا على الغيتابليسمون والا مازالوا فما معناها علامات خطوره خاطر راهو فما امراض مزمنه يعني مش كل شيء باش تنحى راهو يعني فما علامات راهي باش تقعد لكن على القليله نبعدوا على الخطر وقت اللي نتاكدوا اللي هو بعد على الخطر ما يسالش خرجوا فما حتى مشكل لكن اذا كان فما بوادر نتاع خطر ماذا بينا راهو نخليو راي الطبيب احنا بخيتو راهو نحكي سورتو على المؤسسات العموميه راهو اوني معناها سورشارجي راهو ماذا بيهم بس زيد بلاصه معناها اذا كان شدوا مريض راهو فما علاش مش هكيكا معناها مش تهيئة وعلاش ما عناش اكثر من مركز نتاع ايواء مدام علاش لازم نخلصوا برشا فلوس باش هذيك حال قلت هنا حمايه ولا وي هو يفو غوفوار لا بوليتيك معناها دو لا سونتي مونتال في تونس بصفه عامه لكن ماك تعرف زاد كل شيء يمشي حسب الامكانيات مش كان في الامراض النفسيه معناها انت تو تشوف المستشفيات وكذا تلقى برشا اختصاصات ولا برشا اقسام الخواص مادام شويه غاليين زاد الخواص فما المشكل نتاع الكوم تاع تاكل لكن فما مشكل نتاع اطار قانوني اش معناها ما تنجمش انت مريض يرفض كونه يرقد وتصحح عليه في مؤسسة خاصة ما تنجمش القانون لا يسمح بذلك هذا هو القانون ما يسمحش لازم يكون مؤسسة عمومية لازم انت كأخصائية معناها بالحق لازم الدولة تلقى حل توا كاين مدمنين وسكروا المراكز هذول الكل اي فما برشا جوستومون فما برشا معناها توا النفسيين سيدخو اي فبرشا جمعيات علمية ومعناها دخلت وطلبت من السلطات كونه يراجعوا الإطار القانوني نتاع لوسبيتاليزاسيون نتاع الإيواء معناها في المؤسسات الصحية باش نسمحوا لكونه اللي يحب معناها وعنده يقدر باش يقوم بإيواء معناها قريبه في مؤسسة خاصة حتى كان هو غير قادر كما قلنا على الكونسونتمون ينجم يصير الشيء هذايا دونك فما اقتراحات لتعديل القانون هذايا ان شاء الله ما تبطش برشا باش ان شاء الله باش تستقبل وتحب تعلق حاجه دكتوره حبيت ان نتعرض معاك الحكايه هذه خاطر احنا في تونس لهنا حتى اللي مريض نفسيا معناها فما دي كاتيجوري فهمتني اللي باش يوصلوه للسبيطار ديريكت مجنون احنا لهنا الدوله ما عندناش دي سونتر باش يمشيو كاتيجوري بالكاتيجوري اونتر تون زاد البلدان الاوروبيه شوف كل مريض وكيفاش وتجي تشوف انت في تونس هنا كما قالت مدام فاطمه هما لي سونتر نتاع الجماعه المدمنين وتسكروا فهمتني هوني فما مشكل زاده المشكل كيف كيف نرجعوا للاطار القانوني راهو لوسبيتاليزاسيون معناها في المستشفيات العموميه لو بي اي لوا بالقانون يعني راهو مثلا ناخذوا مثال مستشفى رازي الايواء يتم على حسب الجهه اللي يقطن فيها المريض مش على حسب نوع المرض قانون معناها مثلا ولايه نابل وعندنا جزء من ولايه تونس يرقدوا في القسم الفلاني لا في الاقسام يعني الاقسام يعني مش قسم مثلا فيه الحالات نتاع الاكتئاب لا حسب التقسيم الجغرافي واللي هو ديجا منقل على قانون فرنسي قديم فهمت وما تحينش وفيه مشكل كبير وعلى هذاك قلت لك برشا عباد عائلات تتفادى وتاخذ غيسك وتخلي معناها الخطر تخلي روحها في خطر والا المريض في خطر باش تتفادى كونه انسان مكتئب مثلا يقيم مع انسان عنده ذهان واجيتي وكل شيء وخلي زاد المريض هو في حد ذاته ساعات يرفض باش معناها يقيم في مستشفى من تلقاء نفسه دونك لا بوليتيك كلها نتاع سونتي مونتال لازم تتراجع باش لازم تتراجع وفما زاد مشكل كبير نتاع ستيغماتيزاسيون معناها اللي يتعرضوا له سواء المرضى النفسيين او ذوي الحاجات الخصوصيه كونهم فما تمييز سلبي ضدهم يعني يحطوهم كلهم كما قلت فرد في فرد كاتيجوري وساعات فما نعود خايبه واللي عنده مريض في العائله هكا يغزلوا له دراكي فيه وكل شيء سا سي لا ستيغماتيزاسيون مالوغوزمون
وهي ماشي تونس برك راه في العالم موجوده السيماتيزاسيون، مي قد ما نعرفوش حاجات ومانيش ملمين ومعنيش معلومه على المرض قد ما ستيغماتيزاسيون تزيد. على ذلك ليدوكاسيون تري امبورطون، مهم كون نوصل العائله كلها تفهم العائله والمجتمع مهم كون يكون مطلع شويه على الامراض النفسيه والا ذوي حاجات الخصوصيه. حتى في تصرف معاه ساعات يروح لاباس من السبيطار كيما قال هي الواحد في الشارع ترى دخلوا بعض تو تافي والا تخليه يقص على الدواء وصلت لنا هذا فهمت. باهي يعطيك صحة دكتورة سيسليم، مش لازم ناخذ رايك خاطر أكيد راهي كل يوم تحكي لك الحكايات هذه المدام ها ربي معها باش نقول ربي معها وربي مع المجتمع كله. آمين يا ربي. دونك خلينا احنا نمشيو للسوسة مع زميلتنا عايشة النابلي اللي هزتنا للغاستورون مكسيكان السبيسياليتي نتاعو مكسيكية اللي هو كما قلت لي من بكري سيسليم كيفاش نطقوها مكسيكو مكسيكو ليندو نلقاوها في سوسة مع عايشة النابلي. مرحبا بكم فقرتنا اليوم اون تي سي بور فو. احنا اليوم في سوسه تحديدا روت توريستيك، جينا الكافي ريستو مكسيكا ليندو. خليكم معايا تكتشفوها مع بعضنا. السلامة مريم قريش، مرحبا بكم في مكسيكو ليندو سوس، حليت ريستوران مكسيكان في حمام سوسة بسكراج المكسيكي وعندي فكرة على الأكلة المكسيكية. الأكلة المكسيكية ما تبعدش برشا على الأكلة التونسية، مش حبيت جوست حبيت نطمن شوية التوانسة خاطر التوانسة نعرفهم يخافوا باش يبعدوا على الكسكسي والمقرونة والكسكروتات، جوست حبيت نقول لهم راهي جوست أقل فيح أما راهو لوغو يقرب برشا للتونسي. عندنا برشا لاصوص الحارين والمش حارين، يستعملوا برشا لافوكا، يستعملوا اللوبيا الحمراء. لما حنا نعرف التونسي ما عملوش غرام كبير باللوبيا الحمراء، اما راهو جوست حبيت نقول لهم راهو مفوحه راهي بنينه جربوا تو ما تندموش. عندنا لي تاكوس، عندنا لي كاساديه، عندنا تشيلي كون كارني، عندنا البوريتو هذا كله بدهم خشخ بالجبن، عندنا الروز بالكروفيت كيما شفتوا قبيليكا، عندنا المنيو نتاعنا اللي تخي فاغي، عندنا لي بواسون لي جو، عندنا لو جامايك هذه حاجه معروفه ياسر في المكسيك، واهم حاجه في الماكله المكسيكيه هي التورتيه.
نحن هنا في مكسيكو ليندو نجمو نتلقاو التورتيه نتاع المايس اللي اون جينيرال ماهيش موجوده في تونس. مكسيكو ليندو جابها لكم. والتورتيه نتاع المايس هيلثي برشا معناها الرجيك للجلوتين نلقاها عندنا. تنجمو تلقاونا على الفيسبوك مكسيكو ليندو كافي ريستو ولا سور انستغرام مكسيكو ليندو سوس. مرحبا بكم في مكسيكو ليندو، رانا محلولين من 7 متاع الصباح ل 11 متاع الليل، عندنا البتي ديج اوسي. البتي ديج ماهوش مكسيكي كله، عندنا المكسيكي وعندنا التونسي. وكهو نستناكم هوني في مكسيكو ليندو، مرحبا بكم. وهذا كان بون بلون تاعنا اليوم كافي ريكسو مكسيكو ليندو اللي نقاوها روت توريستيك القنطاوي حمام سوسه، ننصحكم بها الناس الكل. الحاجه الاوريجينال في القهوه نتاعنا اليوم بلوتو في البون بلون تاعنا اليوم الماكله المكسيكيه اللي كما قالت مدام مريم اللي هي ما تفرقش برشا على الماكله التونسيه نتاعنا، جوست في البهارات اكاهو احنا نحطوا بهارات اكثر منهم. هذيك علاش ننصحكم بها الناس الكل. سينو تنجمو تدخلو تعملو طلع على الباج انستغرام مكسيكو ليندو سوس، باج فيسبوك مكسيكو ليندو كافي ريستو، ننصحكم بها الناس الكل باش تلقاو الرقم موجود اسفل الشاشة كان تحبوا تعملوا ريزرفاسيون. دونك هذه كانت تقرير ويسبوت الخاصة بمكسيكو ليندو، نلقاوها في سوسة تليفون 53 642 954. ديما خدمتها مزيانة عايشة نبلي، تحياتنا ليها. نرجعو تويكا نحكيو على حاجات مزيانة زادة سي سليم هكا ولا اللي هو المعمار التونسي اللي هو منين جانا صا؟ الهندسة المعمارية التونسية والتاريخ المعماري التونسي. أي هو التاريخ والهندسة المعمارية هما حاجتين مربوطين ببعض. بالضبط. على خاطر الهندسة المعمارية هو الوجه entre guillemets à la façade par la la civilisation et les civilisations liées الحضارات. دونك تونس جاوها حضارات كبيره متعدده puisque البلاصه نتاعها في قلب البحر المتوسط. دونك جاونا من الاول القرطاجيين والفينيقيين والرومان والوندال والبيزنطيين والاتراك والعرب واليونانيين والمالطيين والطليين والفرنسيس كلهم جاو وكل واحد عطاه ضربه وما قعدوش المشكل جاو ما قعدوش لا والله جاو وتخلطوا بينا معناتها كل واحد راهو عنده اوريجين من خلطوش اكزاكتومون. دونك الهندسه المعماريه نتاعنا نحن تاثرنا بيهم اما رانا زاده احنا اثرنا على العباد. والمثال على ذا قبل ما نبداو نحكيو على الهندسه المعماريه التونسيه هي الحضاره القرطاجيه. الحضاره القرطاجيه هي اول حضاره في العالم اللي عملت الهندسه المعماريه نتاع ديزيموبل نتاع عمارات نتاع عمارات نتاع 5 و6 تيقان. اول حضاره عملت كانت في كارتاج. دونك هذا فما برشا ما يعرفوهاش راهو دونك سي اون فيرتي لينا نحن. دونك نجم نقولوا الهندسه المعماريه نتاعنا راهي رانا نحكيو على فالات على 2600 2700 سنه التالي دونك سابقين العصر نتاعنا. وقبل ما نبداو نحكيو على الارشيتكتور نتاع الحضارات هذوما اللي جاونا وعملوا لنا الارشيتكتور نتاعنا نحن فما الهندسه المعماريه البربريه. الارشيتكتور الترابيه التروغلوديت احنا نسميوها في الجنوب نتاعنا عندنا كما هنا نشوفوا في التصوير فوالا بالضبط. هذايا معناتها سي ان جيني ارشيتكتورال وحده الغايه تبرر الوسيله، وحدهم عايشين في بلاصه صعيبه جغرافيا ومناخيا، دونك يدخلوا في وسط الحجره ويحفروها ويعملوا دي تونيل يدخلوا معناتها من برا يعملوا دي تونيل ويدخلوا ويعملوا كيما وسط دار ارشيتكتور اورجانيك اتروغلوديت. وتبدا الخاصيه نتاعها الكبيره تبدا بارده في الصيف على كما نعرفوا احنا في السويد رانا نحكيو على الدويرات وشنني ومطمطة نحكيو على 40 و50 درجه تدخل داخل كليماتيزاسيون ناتوريل. دونك الحاجه اللي لازمني نقولها اللي مثلا في تركيا في كابادوكيا معناتها العالم كله يعرف كابادوكيا والعالم ما يعرفش مطمطة والدويرات على كي عندنا ارشيتكتور تقرب لهم. دونك لازم هذا هو كيف ندوروا في بلداننا نتاع العالم نلقاو برشا حاجات من تونس معناتها عندنا منهم عندنا منهم اكزاكتومون. هذه التصويره نتاع دار فيها وسط دار فيها وسط دار في كركوين معناتها تقول اللي احنا رانا بديتنا الدار نتاع وسط الدار من الحضاره القرطاجيه
هذه في كركوين قلنا نورمالمون نتاع 400-500 سنة قبل الميلاد، دونك عندها بالقدا بالقدا. ومن بعد هي جاو لي رومان وعملوا كيف كيف وسط الدار. تقول لك مش رومان شوية؟ لا هذه قرطاجية بور اونتر كيمي، على خاطر كركوين ما عودتش روما عاودت بنات فوقها. دونك هذايا كيما نقولوا احنا ان تيمونياج اونيك على الارشيتكتور بونيك. فهمت. دونك ومن بعد جاو لي رومان وعملوا كيف كيف وسط الدار. والارشيتكتور زاد كيف كيف سي لا فاساد نتاع نتاع المجتمع نتاعنا. المجتمع قبل ومازال توا محافظ شويه. دونك وسط الدار هو اللي يجمع السكان نتاع الدار الكل. كان نتاع الدوله التصويره من بعد تنشوفوا معناتها البيبان الكل يحلوا عليه هو، الشبابك يحلوا عليه هو، فوالا. قعدنا كيف نفس الشيء. فوالا هذاك هي بيدار معناتها. دونك وسط الدار هذاك اكثر اليمون ارشيتكتورال دور اوتور دو لوي الارشيتكتور تاع الدار. دونك كنا قبل نعملوا فيه العوله الكسكسي نحطوا فيه الطماطم المشرحه. مو جاي شويه من اليونان هذا شويه على خاطر اليونانيين عندهم الاسبي هذايا نتاع العلماء يتلموا في كيما لا هذاك فورم لا هذاك هذاك لو فورم ولا غورا هذيك حاجه واحده اخرى هذيك معناتها حاجه اوربانيستيك اما حتى في كارتاج كان عندنا راهو فهمت الفورم نتاعنا نحن ما هذا وسط الدار كانوا بلوتو نتاع العائله فوالا اما كل شيء نعملوه في وسطو قلنا تلقى فيه بير والا مجر من بكري وحتى لتو حتى معناتها في عهد كارتاج كان فما البير وكما هذا مثال نتاع هندسه معماريه في الكابون. قلت لك نعملوا فيه العوله الكسكسي نحطوا فيه طماطم المشرحه الصغار تلعب في وسطه. دار العربي التونسي دار العربي التونسي بالضبط. وفما نجموا نحكيوا زاد في اطار هذاك هو بيدو السقيفه نتاع الدخله اللي احنا نقولوا لها اون اونتري ان شيكان بور بريزيرفي الانتيميتي نتاع العباد وقت اللي نجي باش ندخل ما نشوف شنو فما في وسط الدار هذاك وشنو معناتها سقيفه وشنو معناتها اونتريون شيكان باش كي يبدا فما ما عرفش انا مرت ولا صغار مولا الدار دونك ما يشوف حتى حد منه هو. فهمت. وهنا نجموا نحكيوا على البيبان زاده كنت نشوفها في التصاور البيبان فيها سبيسيفيسيتي نتاع تونس. اي الكلوتاج المسامر. المسامر هذيك جبناها كيما هذايا مازال توا في تونس مازال في تونس الكل جبناها مش جبناها مي الحضارة الأندلسية رجعت لنا به باكل الكلوتاج هذاك احنا نسميه الأكل المسامر هذوك ويعملوا دي ديسان فما ساعات يحطوا حوتة ساعات يحطوا شجرة باش يتبركوا بها هذاك دونك أندلسي إسباني وفما أكل براج هذوك الأبيض والأكحل هذاك تركي عثماني دونك الباب نتاعنا مخلط من منا ومنا ومنا وفي زادة خصوصية نتاع الدقدقات سي تريز امبورتون فما الدقدقة نتاع مولى الدار وقت اللي يدق اللي يسكنوا في الدار يعرفوا اللي المعلم جاي اونتر كيمي والصغيره ولا الكبيره تضيف فيه والصغيره للمراه والصغار معناتها يعرفوا اللي فما مراه وصغار جاي والثالثه بور ان انفيتي اللي ما يعرفش الدار يلزم يدق من غادي باش اللي يدخلوا للدار يعرفوا واحد شكون جاي وراهو لا مولى الدار ولا مولات الدار فهمت وفما الحكايه نتاع الباب الصغير في وسط الباب هذيك زاد سي تري امبورتون خصوصيه تونسيه زاد وقت تهل الباب وتدخل لازمك تطبس راسك وتدخل احتراما لك الدار وخصوصية الدار. اللي نلقاوها زاد في سوريا نلقاوها. بالضبط جبناها شوية من الشرق خاطر تونس راهو كما قلت لك الأندلس إيطاليا وتركيا والشرق وسوريا ولبنان اتسيتيرا. فما المشربية والجنارية احنا نقولوا لها الجنارية المشربية اللي في سيدي بوسعيد تنشوفها في التصويرة. تبدا الشباك هذا اللي خارج. فوالا الشباك اللي خارج بون بوتيت في التصويرة اللي بعد. بالضبط. هذيك فوالا اكزاكتومون هذايا باغ اكزومبل مالطا خذيتها علينا نحن نلقاوها في مصر موجوده برشا في مصر اما موجوده برشا في مالطا اكثر كونسنتراسيون تاع جانرية وما يقولوا لها جاليريا هذاك علاش نقولوا لها جانرية في مالطا دونك هذيا تخلي المراه خاطر بكري كنا محافظين برشا تشوف فما في الشارع وهو ما يشوفوهاش هذه الخصوصيه الاولانيه والخصوصيه الثانيه دخلنا الهواء البارد ما كان قب الصغار هذاك تخلي الهواء سخون يولي يدخل بارد فهمت قديش قاعدين محافظين على لي توش هذوما معناها تراديسيونيل اللي واخذينهم من العالم كما انت قلت في ديارنا توا وانت كمهندس معماري توا مالوروزمون جو دي بيان مالوروزمون فما شكون مازال مغروم فما شكون لا هو فما خلط في المفاهيم تاع دار قديمه دونك اللي ماهيش كونفورتابل توا الوغ كو هو غلط كومبليتمون معناتها نجموا نعملوا هالزيليمون والفوكابولير ارشيتكتورال هذا بالماتيريوم تاع توا
معناتها بلاصه مثلا لوح يدخل البرد والبلار سامبل فيتراج يدخل البرد، نجموا ردوه لوح نوع واحد اخر ردوه بالفيتراج ما يدخليش البرد. اكزامبل فهمت؟ دونك خاطر نلقاهم كان في لي زوتيل هذوما حاجات اللي يقعدوا زعما باش تمشي لوتيل يقول لك تونسي وكل شيء، ولا نلقاوه في الديار العربي القديمه اللي جدوها باش تولي مطاعم ولا غيره، اما كواحد يبني دار جديده باش يحافظ على حاجه هكا صعيب تحس. هو فوالا هما فما زوز مشاكل، زوز انواع نتاع هندسه، فما لو فون نتاع الهندسه اللي بوسط الدار، فما شكون يقول لك انا باش نعمل وسط الدار باش نمشي من بيتي للسال دو بان تراسي لي برد، الوغ كو فما الحول نجموا نعملوا دي سويت في وسط الدار يولي ما يمشيش يشقك وسط الدار. وفما الحاجه الثانيه اللي هو لا فورم اركيتكتورال، احنا معناتها نقولوا ندخلوا لي زاليمون هذوكم، مش كان الجناريه بركه والا الباب، نجم ندخلوا الاقواس والفوت كروازي القبو العربي والتثمينه، هذوكم راهو حاجات حتى فيهم لا كليماتيزاسيون ناتوريل، كي نعملوا احنا بكري قبو مش معناتها راهو هكاك جوست نعملوها هكا، الهواء سخون يطلع لفوق فهمت، والحيط الخشين نتاعنا نتاع 60 و70 سنتي راهو ايزوليسيون تيرميك معناتها انورم. هذه تصويره باش نوري اللي الارشيتكتور نتاع اليونان باغ اكزومبل سانتوريني تقرب برشا للحمامات، هذيك سانتوريني وهذيك الحمامات معناتها سي براتيكمون لا ميم ايماج صحيح. اما هما كيما نعاود نفس الكلمه يعرفوا يسوقوا هما يسوقوا برشا مش يسوقوا ديجا يسوقوا. لازم الناس تعرف كيفاش يمشوا لها سانتوريني يطلعوا لها بالحشاك بالبهايم اكزاكتومون هذاك لازم يطلعوا والا بالدروج 1500 درجه مخلينا اوثنتيك هكاك بالعاني باش يعطيوك الشارم هذاك تعمل قيمه وي بالضبط. احنا مالوريزمون ساعات مثلا سيدي بوسعيد تراسي تلقى كراب طالع منا وكراب طالع منا وتليفيريك زاد باش ما يقولوش زاد تليفيريك للناس اللي تمشي تحب تشد الصف فما منا ومنا فما منا ومنا دونك احنا سيدي بوسعيد على الاقل مسهله مسهل امور باش تطلع فما باركينغ. ميرسي سي سليم على المعلومات هذه الكل. خلينا نرجعوا بحذا الشيف سامي. مشكوره فاطمه بالطبيعه، نرحب بالضيف الشهير نتاعنا سي رستم اللي ديما منورنا. دونك باش نوصلوا توا للسلايطه نتاعنا، السلايطه نتاعنا كيما قلت لكم اليوم بالحق فيها برشا كولوريت وبازيك وباش تجينا بالحق بنينه برشا. دونك اول ما بديت خذيت الكرومب الاحمر اللي بالحق ما نستعملوش برشا في كوجينتنا، دونك خذيته غسلته بالكدا بالكدا ورابيته. دونك تنجموا اللي بالحق ما يحملش مطعم برشا ينجم ياخذ الاوراق يصمتهم شويه لين يولي خفيف شويه الكرومب ما عادش قوي، ولا يطيبوا بالكدا بالكدا ومن بعد نجم يعمل به سلطه. دونك انا خليته ني جوست صمتته شويه باش تنحى اكل القوه نتاعو بالكدا ورابيته. دونك باش نحط شويه كروم مع هو بالطبيعه سفنيريا زاده رابيتها طماطم سوريز ولا ناخذ جوست كعبه طماطم نقصوها جويده ما هو ما خديتش اليوم ليتو، خديت الروكيت اللي هو الجرجير بالعربي، خديتهم اوراق كيما هكا غسلتهم بالكدا بالكدا، نجموا تخليهم كاملين ولا تقصوهم جوست بيديكم هكا، ومع هو خديت شويه زيتون مفوح بالكدا بالكدا، زاده هذا اللي باش يفوح لنا السلايطه نتاعنا، وكيما قلت لكم اليوم باش نعمل سلاد بوراتا، جوست كيما قلت لكم نحلوها كعبه البوراتا. كما تشوفوا في الماء نتاعها هذيا باش نحطوها فوق السلايطه نتاعنا، ومن بعد زيدها في البريزونطاسيون باش نقصوها على اثنين باش تخرج الكريم اللي من داخل. مع هو لفاح كالعاده سامبل، شويه ملح وفلفل اكحل وعصير قارس، وفي الاخر بالكل باش نزيدها الكريم بلزاميك ولا الفينيغر بلزاميك. انا اخترت اليوم الفينيغر، انتم تنجموا تاخذوا كريم ولا اي نوع نتاع خل مع السيترون بالحق يجينا بنين بنين برشا. دونك اقعدوا معنا من بعد باش ندرسيوها مع بعضنا السلايطه، وبالطبيعه مازالت لنا الحاجه الحلوه من عند سمارت شيف اللي هي الشوكولا شو. صح شيف، نرجو معك مدام رين يعاونك تسليم في الكوجينه ولا بكري تحسب تقول شنو طيب هو سامي سقال الو ساعات ساعات تاكل على الاقل تقول كلمه باهيه بعد ما تاكل نعاون بالماكله لا لا تجي كلمه باهيه ولا لا لا والله في رضا يدخل يعاون لين نشك بنينه بالحق ولا خاطر ديما بنينه ديما بنينه بس يعطي الصح كيف كيف انت رستم ولا ديما لا نعاون تعاون بالماكلة ولا تعاون مش لا فما تعاون في سامي كان بالماكلة لا بالماكلة عند سامي في الدار ساعات قلت تروح شبعان دونك كنعاون صحيح كلي دموري واضحة تعرف المدام اللي أنا وقتي نبدأ نصور معناها سامي مريقة ألو خلينا نمشيو الفقرة الخاصة بالجي مع نزار النيفر.
راقد راقد راقد. انا بتاع الجيش. هما تكتيك مو احنا بالسيف مو كتيك مدريد. هما كات كات دو احنا كات كات باشي قلوب حديد. انا بتاع الجيش. التواصل كل حاضرين وعلى الربح معاملين، وانت زادة تنجم تكون من الفايزين. LG تربحك سمارت تي في باش تتمتع بالفرجة على ماتشواتك المفضلين. تحب تربح؟ مالا كليكي على اليان جو، جاوب على الأسئلة الكل باش اسمك يدخل في القرعة، وزيد انفيتي أصحابك وحبابك. مع LG ديما رابحين. دونك هذه كانت فقرة LG مع زميلنا نزار النيفر. خلينا تويكا نتعداو بحث الشيف سامي. مشكورة فاطمة. نوصلوا توا للحاجة الحلوة بالطبيعة، كي نقولوا حاجة حلوة بالطبيعة نجموا نقولوا كان سمارت شيف. كما قلت لكم قبيلة الدنيا بالحق برد، دونك لازمنا حاجة سخونة هكا تدفينا. دونك سمارت شيف خمت فينا، عندها الجام تاع شوكولا شو. أنا اخترت اليوم شوكولا شو الكلاسيك بالشوكولا اللي سهلة البريباراسيون تاعها. جست نستحقوا 200 مليلتر من الحليب باش نحطوهم في كسرونه كما تشوفوا لهنا صغيره، ومن بعد نصبوا البريباراسيون ونار هاديه بالطبيعه باش نقعدوا نخلطوا باش الضيف يجي وكبر. سيرتو ما تاخذش وقت فاطمه، معناتها فيت في حتى الضيف تخلي مثلا المسيو يسلم عليهم في الكوجينه في الساله وانت المسيو يسلم عليهم بالطبيعه شو يكاول وانت تتلي يا تعمل سلايطه يا تعمل حاجه هكا خفيفه. سيرتو الحاجه الحلوه كما قلت انت السمارت شيف ديما مدلتنا عندنا جام كبيره برشا، كل شيء معناتها حتى المالح والحلو بالضبط ديما مسهل علينا بالحق الدنيا. دونك انا باش نقعد نخلط هكا لين تولي تكستور كونسنتري شويه. كما قلت لكم النار يلزمها تكون هاديه، ما نقويوش في النار، والحليب من اللون نصبوه بارد راه بارد مع البريباراسيون. ونبداو نحركوا بشويه بشويه على نار هاديه كما تشوفوا. جوست نقعدوا نحركوا فيها على نار هاديه المده ما تفوتش 5 دقائق. كما قلت لكم الحليب يبدا بارد من الاول، نحطوا البريباراسيون ونقفوا في الغاز
يصفيه هو بشي يسخن وهكا يبدا يغلي شويه وقتها طابت وتكستور بطبيعه باش تتبدل ونحطوها ديريكت نسربيوها بالحق في كيسين لضيافنا ولا حتى لنا احنا ولا نجم تبدا هكا تتفرج توا في الكوب دي موند تحط بحذيك كويس وتشربوا. دونك انا باش نكمل البريباراسيون نتاعي فاطمه ومن بعد باش نرجع لك مع بعضنا للطاوله نتاعنا. اي وي خاصه مع بعضنا سامي، دونك خلينا نمشيو بحذا رستم اللي هو الوحيد تلقاه مع بعضكم. مع بعضنا. ما فهمتش العلاقه اللي بيناتكم، مش تجاريه في الاخر ولا ما فهمتش؟ لا لا ممكن. امورنا بالكدا. خليك لا. هو يزمو يدلل بالكدا بالكدا. يدلل فيك سيزون كامله. ماكش مشلقه انت. خاطر هو قاعد يلوج على متلا اللي باش ترتاح له ظهره على الوقفه نتاعو، وهو تو عنده قداش يقول لي رسم راني حاشي بمتلا كذا مريق الغدر. روح في بالك شباب. اموري واضحه. شبعني ريقل لي اموري تو ريقل لي اموري. باهي اليوم نرحبوا بالساده المشاهدين وندخلوا للباك الجديده نتاعنا اللي باش ان شاء الله باش نربحوا بها واحد من الساده المشاهدين اللي باش تكون عليه القرعه ان شاء الله لحد الجاي. اللي هي المره هذه هي المتلا المتلا الرويال الغارونتي نتاعها 7 ans انتي اكاريان انتي باكتيريان. الموسم نتاعها ديما نحكيو دو لا اوت ريزيليونس، نحكيو على لي روسور بيكونيك معاهم لسبيرال. غدوه الحي ان شاء الله باش نجيبوا كي العاده الكوب للساده المشاهدين باش نفسروا لهم المتلا من داخل. سي نورمال لكن لي زيشونتيون اللي نجيبوه. خاطر دوموند قلت كيفاش؟ تو نجيبوها ان شاء الله. ان شاء الله. فهمتني؟ باش نوريو للساده المشاهدين اونتر بارونتيز بالله السادة المشاهدين راهو ماذا بينا نثبتوا ديما نعاود ونقول على كلمة الرويال. راهو وقت نحكيو على الرويال ويقولوا فما برشا عباد يقول لك والله يخذينا من كونفورتكس. راهو وقت نشوفوا كونفورتكس تشوف المتلا نتاعها راهي الرويال مكتوب عليها الكونفورتكس وشوفوا ديزينياسيون اللي موجوده الكوليكا كونفورتكس. غدوه الحي باش ما نطولوش على الساده المشاهدين، نزيدوا نتعمقوا بالقدام بالقدام في المتلا. ومن اليوم باش يلقاو تصويرتي وتصويرتك نتاع المتلا. اللي يحب يشارك يحب يدخل معنا في القرعه يعمل جيم في الباج ويتاقي ثلاثه من اصحابه وان شاء الله مربوحه. لهنا رستم تو نحكي كونفورتكس وانت في ذكري قلت لازم المشاهدين يتبعوا معناتها اللي هي كونفورتكس اللي تكون رويال وغيره، لكن بالحق تو انا معاكم 8 حصص جريري نتاع كونفورتكس الكل هم تحسهم كيف كيف معناها متقاربين في الكاليتي كل شيء. لكن كان لاحظت فاطمه قاعدين نطلعوا بالخطوه بالخطوه في الجام. اها فهمت معناتها كل مره نزيدوا حاجه في الجام كل مره قاعدين ما خاطر كلهم جري معناتها باهيين اللي تحكي فيه كل حاجه. لكن احنا وين ماشيين الجام كيفاش قاعده تطلع وقت يتزاد النومبر دو روسور هذا هو وتتزاد ليبيسور دو موس الجراماج نتاع الوات الجراماج نتاع معناها حتى نتاع الكوتون كل ما تلاه راهي مش باش تاخذ مثلا المتلا هذه بنفس هذه هذاك لا ديفيرونس في البري فما السبيسيفيك نتاعها وفما الجراماج ولي دونسيتي تتبدل. هذا هو باش نكونوا واضحين مع المشاهدين كونفورتيس كلها حسب ما شفتوا بالحق كاليتي باهيه اما تختلف بالجراماج كما كان يحكي لنا رستم. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. علاش ليه؟
مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوام معقولة وفي المتناول. سيروا تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سيير أو عبر الهاتف 72 317 616. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحب سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا ياللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشق. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفيا حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا. عهد وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي، ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا مكا دايرين بيه. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور، هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن. بدا نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. الناس إنا خلقنا. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس، الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جدا بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب، عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي.
حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش، ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is good.